قررنا بأن ننظم هذه الذكرى 20 تأسيس المنظمة بمدينة الداخلة تحت شعار منظمة كشاف جوال مسار متواصل من أجل الوحدة الترابية. وطبعا جاء هذا الهدف ديال تنظيم الذكرى 20 عام تأسيس المنظمة بمدينة الداخلة كنتيجة تعميق وتعزيز قيم المواطنة والتشبث بالمقدسات والوحدة الترابية وأيضا لدى الأجيال الصاعدة، وأيضا يعني تعزيز العلاقات مع فروعنا المتواجدة بالأقاليم الجنوبية قصد المساهمة والمشاركة في مسلسل التنمية بالأقاليم الجنوبية. فطبعا أن منظمتنا في هذه السنة تخلد الذكرى 20 عام تأسيس المنظمة، وبدأت هذه القافلة التي أتت من مدينة الرباط يعني بمناديب فروعها وأعضاء قيادة العامة، انطلقت من مدينة الرباط متوجهة إلى مدينة طنطان وأيضا إلى العيون، وكانت آخر محطة هي مدينة الداخلة. ونحن الآن يعني نتواجد من مدينة الداخلة قصد الاحتفاء بهذه الذكرى 20 عام تأسيس المنظمة، والتي تتضمن فقراتها ورشات تحسيسية لفائدة الأطفال في مجال وقاية الفم والأسنان التسوس، وكذلك إضافة للمعامل التربوية لفائدة الأطفال، وأيضا كذلك أمسية ختامية ودوري لكرة القدم للمرحوم سليم المحبوب الذي هو عضو القيادة العامة لمنظمة كشاف جوال، من أجل ربط صلة التواصل ما بين الداخل والجنوب، ومن أجل جعل واحد روح الوطنية خاصة في المجال ديال التأطير في مجال الشباب والطفولة. إذن هو التحام وصلة ومحبة يعني ارتأوا هذا، وهذا شيء جميل يعني كيف ما شاهدنا اللقاء معهم في الافتتاح وهذا، ولكن فعلا كاينة التربية على المواطنة هي الأساس وعلى وحدة التراب. إذن هذا كيهمنا وكيحملوا من هنا واحد رسالة، وشافوا هذه المدينة وهذه الجهة الغالية أشنو فين وصلت وفين غادية، وولاد البلاد يعني عارفين، ولكن على الأقل لمسوا ذاك البعد ما بقاش ما بين الشمال والجنوب. إذن هي قنطرة أنها وصل بين الأحبة بين الفروع، ومن هذا المنبر هذا كذلك كنوجه لهم الشكر والدعم، وحنا مستعدين نتعاونوا معهم، وكذلك الوزارة كتحث على هذه اللقاءات هذه باش نمشي في جميع المجالات، لا مجال تأطير الشباب ولا مجال التخييم ولا مجال الرياضة. هذا النشاط اللي في الحقيقة لولا مجموعة السنتيسي اللي دعمتنا بواحد المجموعة من الوسائل اللي جا هذا النشاط، لكان هذا النشاط اليوم تشاهدوه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تماشي هذه المجموعة مع خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على المقاولة المواطنة والشركة المواطنة المدعمة لمثل هذه الأنشطة. بداية هذا النشاط عرف واحد المجموعة ديال الأنشطة كان خلال يومين، فيه دوري ديال المرحوم سليم الهبوب اللي عرفته القاعة المغطاة، وفيه كذلك الحفل اللي شفتوه ديال الورشات اللي كان يمس في دار شباب أم تونسي. وبهذه المناسبة كنشكر وسائل الإعلام اللي حضرت معنا وبينها داخل 24 الرائدة في مجال الإعلام، وكندعموها وكنشدوا بحرارة على تتبع على هذه مثل هذه الأنشطة. وكيف كتعرفوا هذه المنظمة الكشاف الجوال تحت القيادة ديال القائد العام وديع درموك اللي ماشي في واحد المسار جميل جدا، ومسار يتماشى مع ما تتطلبه الطفولة المغربية. كنشكروا كذلك هذا الوفد اللي كان مرافق اللي جاء من مدينة الدار البيضاء اللي التم في مدينة الرباط من جميع جهات المملكة. جد سعداء لنا في هذا الحفل الاختتام ديال جمعية الكشاف الجوال بمناسبة الذكرى 20 لتأسيسها تحت شعار جمعية الكشف الجوال مسار متواصل من أجل التنمية البشرية. وكعادتها مجموعة سنتيسي في إطار مبادرتها الاجتماعية كتحاول دعم هذه المبادرات اللي المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي لأبناء المنطقة، كتحاول تعطيهم ودعمهم في مجموعة من الأمور، خاصة هذه الأنشطة الموازية لمسارهم الدراسي. تعتبر هذه المبادرات التي تقوم بها المجموعة لفائدة سكان المنطقة باعتبار منطقة الداخلة منطقة
قطب استثمار كبير لهذا، وتماشيا مع التوجهات العامة لصاحب الجلالة والرؤية التنموية لفائدة سكان وسكان إقليم الداخلة. في الختام كنحاول نشير أنه المجموعة هي رهن الإشارة فيما يخص هذه المبادرات من هذا النوع ذات الشق الاجتماعي، ذات الشق الاجتماعي الذي يروم تنمية الجهة. كنحتفلوا بمرتبة كأنه عرس كبير للمنظمة، وكان وبالخصوص كنشكر الأعضاء واللجنة اللي جاتنا من جات وزارت مدينة ديال الداخلة باش تشوف واستقطبنا منهم حوايج وخدوا منا حوايج، وحنا جد 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 فرحانين بهذا الملتقى وبهذه المنظمة هذه اللي حنا يعني منخرطين فيها بصفتنا حنا كشباب ديال المنظمة ديال الفرع الداخلة. كنشكروا الناس واللجنة اللي جات استقطبتنا واختارتنا من دون الشباب ديال الجهة، يعني عندها دور كبير في توصيل الشباب الأخلاق وتكوين أنشطة. وكنتمنى إن شاء الله من شباب ديال المنطقة يلتحقوا بنا، يعني راه منظمة جد 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 مميزة.